أشاهدتُ قبل لحظة. ماشي بقش أهم، بقش بلن بقش أهم. الآن سوف أطلب أحد المشاهدين وز الشخص الذي هو الأخ محمد الجهمي فليتبضأ. لأنه جاي يساعدني كثير وأنا متفق ناوي عليكم. طيب أسأل الأخ الجهمي، هل يوجد لديه دولار فقط يعطيني أو يتسلف من واحد منكم؟ كلنا معارف عليكم. أحد مع دولار؟ دولار واحد. أوكي، الأخ عبد الله عتيق أعطاني دولار ومعايا بعض الدولارات في يدي، عدها على واحد واحد. هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهذا الدولار السادس الذي أعطاني الأخ عبد الله عتيق. كم الجملة هذا الحين إذا عديتوهم؟ أوكي، ستة دولارات كلنا من أبو واحد ولا لا؟ طيب لو حطيت الستة دولار مع بعض وقفلت يدي وحطيت في يد الأخ محمد الجهمي، بس شاهدوا هذا الحركة، افتح يدك يا جهمي. هيا خلي يدك مقفلة، هو السؤال هذا لكم، إيش معكم في يد الجهمي إن أنتم ذاكرين؟ من أبو دولار واحد. الحين انا اشتري الجهمي بس يرجع هؤلاء الى يدي بطريقتي. طيب ايش معي بيدي ذا الحين انتم ذاكرين؟ عندي قال لكم انهم سته، وهذا قدي دولارين، وهذا قدي خمسه، وهذا قدي عشره، وهذا عشرين، وعشرين ثانيه، وخمس يا علي. شكرا للجهمي. الحين هذا لا يرجع عين الجيب، قد انتم دارين ايش معي؟ اي ستة. كم معي انا؟ ستة. هذا الناحية تقول ستة وهذا الناحية تقول ستين، ادخل عين الجيب وما عليك شيء. حد معاه كبريت منكم ولا ذي؟ كبريت يا جامعي. انا دائما احمل منديل وخاصة لما اسافر. ليش؟ يقع برد احيانا، وانتم دايرين الواحد يعرق خاصة لما يكون بين جمهور غفير مثل جمهور الليلة. ها هذا المنديل كما تشاهدوا. الحين اشتري كبريت. كبريت يا سعيد ولا قراعة الارض؟ ايش صلحنا هذا الحين؟ هو بيحرق حقيقي ولا لا؟ هل مقتنعين انه حرق ولا لا؟ You want to give me the new style, but he's welcome to do it if he wishes. Go ahead, cut it. ايوه دي على خاطري. كم معي حبل ذا الحين؟ اوكي، مش قطع الحبل امامكم ولا لا؟ اربط يعني الناحيه هذه. الحين مربوط الحبل ولا لا؟ بس شاهدوا وش يعمل معي. مفاتيحي معي مشوط من هذا الذي نصلحه كذا. فكروا في الحبل هذا، مش قد مربوط؟ هيا امسك الطرف هذا. هيا انا شمشط لك وانت حلق لي يلا. علشانكم الان
الآن خرجنا كل ما في داخل عشي فيها هيا فخرود العنكب شطبخ لكم طبخة سبتمبرية وخليكم معي حرق يا أخي أنجل كبريت أنجل القراعة أنجل القبائل يلا ولعوا يا جماعة كيف الطاسة هذه قدرها بلان والآن نترك مجال للأخوان الفنانين الموجودين يصلوا على الفنان عندي إنشودة جديدة وهي تحت عنوان قال المهاجر شوق عيني تنام يا ليتها تقضي شوية يدلي في المهجر 30 عام والله ما نوم هنية يا ليت لي أجناح مثل الحمام ما أصبح إلا العامرية ضيعت عمري في المهجر حرام وأرض أجدادي غنية قالوا ظهر في اليمن بترول خام ألوان له سبتمبرية فأبشري بالخير يا أرض سام وأرض بلقيس الأبية 26,000,000,000 سلام و14 مني تحية إلى الضيوف والحاضرين الكرام مع وزير الخارجية 40 وردة مع الاحترام تصل إلى صنعاء ندية إلى علي والجيش سيد النظام من المهاجر لهدية في مثل هذا اليوم أزحت الظلام وأعلنت بنت اللقية أن الكلام غير هذا الكلام ماشي عجوز ترجع بنية داعيد داعيد من كسر سيوف الإمام واطلق رصاص المدفعية عيد اليمن والقردعية الهمام عيد المهاجر والرعية للأسف أنه الحالة غير ولكن سوف أحاول أدبها بنفسي بالعود الجماعة يشاركون